باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته من الآن وإلى الأبد آمين. من العظات برضو الجميلة جدا جدا يا أحبائي عظة للقديس العظيم يوحنا ذهبي الفم. العظة دي بتتقال في باكر يوم الجمعة العظيم. يقول لنا كلام مهم جدا جدا عايزين ناخد بالنا منه. يقول لنا ماذا نقول أيها الإخوة الأحباء عن معصية يهوذا الذي أسلم سيده؟ قيل أن واحدا من الاثنى عشر الذي هو يهوذا الإسخريوطي مضى إلى رؤساء الكهنة وقال لهم ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم؟ فساوموه على 30 من الفضة. يا لهذا الجهل العظيم، وبالأحرى يا لهذه المحبة العظيمة للفضة التي هي أصل كل الشرور، لأن هذا لما اشتهاه باع معلمه الصالح وسيده البار فطوح بنفسه في هوة الهلاك، لأنه كم هو رديء حب المال فهو مجلبة لكل شر وأردأ من حيل الشياطين. فالنفوس التي يتسلط عليها يجعل أصحابها يجنون ولعا بها فلا يعرفون ذواتهم بل ويتعامون عن معرفة الآخرين ويرفضون ناموس الطبيعة ويكون قلبهم فزعا حائرا. انظروا كم من النعم نزعتها محبة الفضة من نفس يهوذا، لأن سيدنا يسوع المسيح كان يخاطبهم علانية عن هول الجحيم ونعيم الملكوت السماوات، ويعرف كل واحد مقدار عذاب الخطاة ويكرم كل المجاهدين لخلاص نفوسهم. عظة في منتهى العمق أحبائي، في منتهى العمق تبين لنا قد إيه محبة المال دي أصل كل الشرور. يهوذا أحبائي كان تلميذ، كان تلميذ لربنا يسوع المسيح، كان أقرب واحد لربنا يسوع المسيح. مش بس كده، لما نقرأ في كتابنا المقدس نلاقي إن يهوذا ده عمل معجزات، أخرج شياطين، وكان من خاصة ربنا يسوع المسيح، وكان له مكانة الآباء الرسل. لكن إيه اللي حصل لأحبائي؟ محبة المال نزعت كل القداسة من يهوذا، نزعت كل القداسة من يهوذا، نزعت كل ما هو صالح في يهوذا. عشان كده أحبائي يقول كده قديس يوحنا ذهبي الفم: يا لهذا الجهل العظيم، يا لهذه، بالأحرى يا لهذه المحبة العظيمة للفضة أصل كل الشرور، أصل كل الشرور. يقول إن محبة المال دي النفوس التي يتسلط عليها المال يجعل أصحابها يجنون ولعا. في ناس من كتر محبتها للمال مجنونين، فاقدين لعقولهم، مش قادر يميز، يخاصم أخوه ويدخل معاه للمحاكم عشان محبة المال، يظلم أخوه علشان المال. مش بس كده، ده يسيب ربنا ويسيب خلاص نفسه من أجل محبة المال. إذن يا أحبائي لما القديس يوحنا يقول لنا أنها تجعل أصحابها يجنون ولعا، ده بالفعل اللي بتعمله محبة المال. يقول لك لا يعرفون ذواتهم بل يتعامون عن معرفة الآخرين كأنه أعمى مش شايف. محبة المال تعمي، محبة المال تضيع أشخاصها، تضيع اللي بيجري ورا المال. يقول لك يرفضون ناموس الطبيعة ويكون قلبهم فزعا حائرا، تملي الآن. ما هو اللي بيجري ورا المال ده تملي الآن، عايز الفلوس تكتر وعايز يجري ويجيب ويحصل أكتر وأكتر وأكتر، وفي الآخر هو بيجري ورا سراب. يقول كده انظروا كم من النعم نزعتها محبة المال من نفس يهوذا.
زي ما قلت لكم يهوذا ده كان مكانته كبيرة، ولكن محبة المال نزعت منه كل ما هو صالح. فلنختب موعظة أبينا القديس يوحنا ذهبي الفم الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا، باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.